راديو البلد 92.5 FM. صباح الخير من جديد وفي طلتنا الصباحية. عم نحاول كمان نوصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا العديد من التجارب الواقعية الفعلية اللي فيها أولياء الأمور المعلمين والمعلمات محاولات لتقريب فكرة التعلم عن بعد، فكرة إيجاد حلول مجتمعية تشاركية بين أولياء الأمور والجهاز التعليمي، كيف ممكن نقدر نتجاوز المرحلة الحالية في ظل الجائحة وما تفرضه من شكل تعلم. أسئلة كتير عن التعلم عن بعد، التعلم الوجاهي، كيف يمكن أن يكون التعلم عن بعد بحقق لو جزء يعني أكبر جزء من الإنجازات اللي بحققها التعليم الوجاهي والتعلم في الغرفة الصفية، شو التحديات اللي عم تواجه المعلمين والمعلمات في الميدان. نور عليان المعلمة خلال فترة العطلة الصيفية في ظل جائحة كورونا عملت الكثير من المبادرات التطوعية والفردية في مجال التعليم، جزء منها كان لقاء بأولياء الأمور عبر زوم للحديث عن التحديات اللي عم تواجههم في جعل الطلاب يلتزموا في موضوع التعلم عن بعد. تفاصيل عديدة مع أستاذة نور محمد عليان، معلمة لغة إنجليزية في مدرسة أبو علندا الأساسية في لواء القويسمة، وتجربتها مع أولياء الأمور طلاب وطالبات التعلم عن بعد، وكيف قدرت تمشي هالموضوع وكيف تبادر. أستاذة نور معنا على الهواء مباشرة، صباح الخير حبيبتي، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، وبدي أشكركم على الاستضافة، كثير شكرا لكم على تسليط دوركم على جهود المعلمين في إنجاح العملية التعليمية. إحنا مأمنين المعلمين والمعلمات هم الجزء الأساسي في العملية التعليمية، بالآخر إذا أنتوا قررتوا أنه تخلوا التعليم محبب وقررتوا تتواصلوا مع الطلاب بشكل فردي وتعطوهم مساحة أنهم يعبروا ويحسوا أنهم في مكان آمن وعم بيستفيدوا، بالآخر هيك بتصير العملية التعليمية جاذبة. كنا عم نحكي عن بعد ولا بنحكي بالصف ولا بنحكي بالمدرسة ولا بنحكي رغم التحديات، خبرينا شو اللي عم بيصير وقت جائحة كمعلمين ومعلمات، بالذات انه في جهد كتير كبير عليكم. يا ستي يعطيكم الف عافيه. هلا اذا بدنا نبلش من وقت الجائحه اللي هو كان في نهايه الفصل الدراسي الثاني تقريبا، المعلمين يعطيهم الف عافيه، كان لهم كتير جهود، حاولوا انجاح عمليه التعلم عن بعد بشتى الوسائل. انا واحده من المعلمات اللي اطلقت اكثر من مبادره على اساس اخلي الطلاب يتقربوا اكثر لعمليه التعلم عن بعد، عن طريق اني كنت اعرض لهم ماده تعليميه على فيديو، كنت أدبلج على فيديو لأفلام كرتون أدبلج عليها صوتي. فبالتالي كان تجاوب الطلاب مع هاي الفكرة كتير جميل، لأنه ما حسوا حالهم صراحة بيدرسوا، يعني حسوا حالهم عم يحضروا فيلم كرتون وعم بيرسلون الواجبات بهاي الطريقة. هاي واحدة من المبادرات، بس هذه لها علاقة كمان بهم كيف بيحبوا يتعلموا، يعني أنت كمان مش بس التعلم عن بعد، التعلم عن طريق الأدوات الحديثة اللي عم بتناسب حياتهم كمان. هلأ إحنا أوريدي نتعامل مع طلاب المراحل الأساسية الأولى بأسلوب التعلم عن طريق اللعب، يعني لما أيام ما كان التعليم وجاهي داخل المدرسة هذا الأسلوب المتبع عند أغلب المعلمين، فإحنا كنا بنعلمهم عن طريق التعلم عن طريق اللعب. لما انتقلنا لمرحلة التعلم الإلكتروني صارت صدمة بالنسبة لهم، يعني إحنا طول الوقت عم نلعب وبنرسم وبندرس وبنغني، كيف بدنا فجأة هيك نصير ورا شاشات جامدة؟ بالضبط. فإحنا حاولنا نطور المحتوى التعليمي عن طريق بعض المواقع أتاحت لنا مجال إن نعمل ألعاب إلكترونية تعليمية. حلو. زي ما حكيت لك على شكل أفلام كرتون كنا نبعث لهم الواجبات، يعني حاولنا صراحة بشتى الوسائل إنه نكون أقرب لطلابنا وإنه نخليهم يحبوا العملية التعليمية. صحيح هي صعبة عن بعد، لكن يعني طب بدي أسألك أستاذ نور، لأنه حضرتك معلمة لغة إنجليزية، كان سهل تلاقي يعني محتوى تعليمي أكتر من المعلمين التانيين، لأنه الموضوع اللغة والإنتاج يمكن الإنجليزي أكتر في موضوع التعلم والتعليم للأطفال بشكل محبب للأسف من إنتاجنا العربي، ولا ما كان له علاقة؟ كنتوا عم تعملوا إشي أنتم من البداية؟ لا والله للأسف كنا نعمله من نقطة الصفر، ما كنا نلاقي. طبعا طبعا مش سهل نهائيا كان الموضوع. بعدين إحنا يعني الموضوع التكنولوجي يعني إحنا متواضعين فيه صراحة كمعلمين، إحنا عندنا خبرة لكن مش بخبرة المبرمجين، يعني إحنا طورنا مهاراتنا التكنولوجية لدرجة عالية، اشتغلنا على حالنا كثير. طب مين استفاد منها هاي الألعاب اللي طورتوها؟ يعني أنتوا عممتوها كمان مع مديريات التربية، حطتوها على درسك، ولا أنتوا كنتوا في مدرسة أبو علندا عم بتنفذوها بس مع حصصك؟ لا صراحة إحنا اشتغلنا أول شيء على مستوى المدرسة، بعدين صرنا نشاركها على مستوى المديرية كاملة. حلو حلو حلو، مع أحلى نور، يعطيكم العافية حبيبتي، الله يعافيك. طب مس نور، يعني كيف كان خلينا نحكي بعديها الأهالي، يعني بعرف إنه جزء كمان من العملية التعليمية هالمرة لما بنحكي عن تعلم عن بعد في جزء منه أولياء الأمور، في جزء إنه كيف بدهم يخلوا الأولاد والبنات إنه يعني يلتزموا بالحصة وكيف إنهم يشرفوا عليهم،
وما يتدخلوا بالحصة. يعني كمان كتير نسمع يعني أولياء أمور إنه انتقدوا حتى طريقة تدريس الأستاذ، أو ليش ما سألوا ابني هذا السؤال، أو ليش سألوا ابني هو سرحان فما جاوب الحرج. عم نسمع كمان ردود فعل من أولياء الأمور إنهم جزء من الحصة يعني. طيب ستي خليني أحكي لك بداية عن الاجتماع اللي قررت أعمله بداية هذا العام. قولي لنا. هلا المشكله الفعليه كانت بانه الاهالي عندهم مشكله في تقبل فكره العمليه عمليه التعليميه التعلم عن بعد. صح طبعا. تمام. يعني انا كيف بدي اقنع الطفل او الطالب انه عمليه التعلم عن بعد ناجحه اذا ولي الامر نفسه مش مقتنع بهاي الفكره؟ صح. فانا بناء على هذا الموضوع حاولت اني اجتمع باكبر قدر ممكن من الاهالي. طبعا انت عارفه بالمدرسه حسب الظروف الحاليه كثير هذا الشيء صعب. عملتيه على زوم؟ عملته على زوم. تمام. عملته على زوم قبل بيوم، نزلت كيف طريقة الدخول على زوم وإنه نزلوا هذا البرنامج، خلنا نحاول مع بعض نتحاور نشوف شو أهم المشاكل والتحديات والصعوبات اللي ممكن تواجهنا، نحكي عنها نحاول نذلل الصعوبات على أساس نقدر نحل هاي المشاكل يعني ونطلع بأقل الخسائر، لأنه الكل عارف إن المرحلة هاي مش سهلة. هلا اجتمعت بأولياء الأمور وحاولت إني أكسب ثقتهم بصراحة، حاولت إني أكسب ثقة أولياء الأمور وأحكي لهم إنه يا جماعة عملية التعلم عن بعد مش صعبة للدرجة اللي أنتم متخيلينها، بس أعطونا المساحة الكافية نتواصل مع أولادنا بحرية أكثر. وبعديها شوفوا شو بيصير. هلا صراحة تقبلوا الأهالي كثير الموضوع. يعني أنا شوفي عشان شوفي قديش إنه ما في مشكلة إلا إلها حل، عن طريق زوم كثير أهالي كان عندهم صعب إنهم يتواصلوا معنا يعني لأسباب معينة. مجرد ما أنهينا اجتماعنا على زوم، لما شفت إنه في عندي جزء من أولياء الأمور ما قدروا ينضموا على زوم، عملت مباشرة بث على الفيسبوك. اها رحتي لهم كمان، يعني عم توصلي لهم بكل الادوات اللي ممكن توصل لهم. بدي اياكم لازم احنا وانسوا نكون موجودين مع بعض، لازم نتحاور ونوصل لحلول. صح. للمشاكل اللي بتواجهنا بعدين. صح. يعني هلا هم شريك اساسي بالعمليه التعليميه، هم جزء منها، جزء من انجاحها، لازم اعرف شو المشاكل اللي بتواجههم واحاول احلها. طب شو اكثر المشاكل كانت مشتركه؟ هل يا ترى هي عدم توفر الانترنت، الاجهزه، عدم قدره احد اولياء الامور اذا كلهم بيشتغلوا انهم يكونوا مع الاولاد في البيت؟ قديش كان يعني الاسباب مشتركه في عدم التقبل في موضوع التعلم عن بعد؟ تمام. واحدة من أهم المشاكل إنه أكثر الأهالي كانوا موظفين. يعني لما يرجع تمام، لما كانوا يرجعوا على الساعة 4:05 وفعلياً المنصة هي مجانية فقط للساعة 4. لما وفعلياً الطالب بعد الساعة 4 بتحس إنه خلص قضى كل يوم، فبيكون صعب عليه إنه يتواصل معنا. هاي واحدة من المشاكل اللي كانت موجودة. صح. برضو من المشاكل اللي كانت موجودة إنه في أولياء أمور عندهم ضعف باستخدام التكنولوجيا. مثلا انا كلغه انجليزيه بعض اولياء الامور كان عندهم ضعف باستخدام اللغه الانجليزيه وتطبيقها. فانا اقترحت حل ضمن الاجتماع اللي كنا عاملينه، انه يا جماعه الخير انا عندي استعداد اعمل لكم ورشه نطور فيها مهاراتنا التكنولوجيه، نطور فيها مهارات استخدام اللغه الانجليزيه للاهالي مو للطلاب. يعني عم بعمل مبادره لاولياء الامور على اساس احل المشكله اللي واجهتني. فهمتك. وهذا كتير مهم قديش ذكرتي موضوع التشاركية وقديش الحديث كمان قديش عم بتوصلوا الرسائل اللي عم توصلكم من الأهالي والطلاب. يعني أستاذة نور ضمن يعني خلينا نحكي إجراءات وزارة التربية والتعليم كمان بأخذ التغذية الراجعة من الميدان. صحيح. هلا احنا تعمم علينا كتاب بانه اي ملاحظه توصلنا من اولياء الامور نقدر نرفعها لقسم الاشراف وهم يرفعوها بدورهم للوزاره على اساس نقدر نحل هذه المشكله. فاحنا ان شاء الله كل الفيدباك هاي اللي اجتني من الاجتماع راح ارفعها لقسم الاشراف في مديريه التربيه لواء القواسمه، وهم بدورها يرفعوهم للوزاره ونحاول نحل اكبر قدر ممكن من المشكلات ان شاء الله. يعني احنا بدنا نشكر كثير مس نور عليان، وبدنا نتمنى كمان عليك تضلي بهالنفس وبهالصبر وبهالابداع والمبادره، لانه فعليا هذا اللي بنحتاجه اليوم، هذا اللي بيحتاجوا أولادنا وبناتنا إنهم يشوفوه. لما بيشوفوا نماذج فعليا، هي القدوة الحقيقية هي الفعل. لما عم بيشوفوا ناس هالقد عم تتعب عشانهم، أكيد هم رح يكون في عندهم تقدير لهذا الجهد، ورح كمان هم يكونوا يردوا على هاي الجدية بجدية ومسؤولية تانية. وهذا من أبرز الأشياء اللي نتعلمها يمكن بمدارسنا وتعليمنا. بدي أشكرك كتير وأحييك، يعطيك ألف عافية، تحيات لكل يعني الكادر مدرسة أبو علندا الأساسية لواء القواسمة، تحديدا لإلك مس نور عليان، كنتي معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك حبيبتي روان، شكرا لك كل الذوق. اهلا وسهلا، نورتينا مس، شكرا حبيبتي، الله معك. هلا.